هناك غرفة وراء هذا الجدار بلا شك، ولكن لا أثر للمدخل في أي مكان. فهمت الآن، إن فارس هيروم يلاحقكم أيها الجبناء. طليت حجراً بطلاء ذهبي، سيزول بعد 24 ساعة، ما رأيكم؟ ممر سري في السجن؟ لماذا بنوا مخرجاً سرياً؟ هذا طبيعي، سيأخذ الكوكب رهينة حتى ينجو. إذا سقط كويكب بهذا الحجم على إلموت فسيدمره. حرارته مرتفعة، ما العمل؟ يا إلهي يا عم، يا مريض، إنه في خطر. إن كان توكي هناك فلا بد أن أجد سيفا. هل هذا الشخص هو توكي؟ أزهار، إنها أزهار، لا أصدق ما أراه. هذا صحيح، يبدو أنك تعلم بهذا الأمر يا جوهان، لكن ياماكا هو من يتحدث إلي. كيف حالك يا ياماكا؟ هذا رائع.